في قصر رام الله الثقافي ولمناسبة يوم الطبيب الفلسطيني والذي يوافق في الثاني من شباط من كل عام، جاء هذا الحفل الذي نظمته نقابة الأطباء، وفيه تكرر تكريم 10 مؤسسات وأطباء ممن وضعوا بصمات هامة بمشاريع ترفع واقع القطاع الصحي الفلسطيني. وستكرر هذه الجائزة سنويا عبر تشكيل لجان ستختار أفضل المشاريع الصحية والطبية لتشكل قاعدة تنافسية بين الأطباء والمؤسسات الفلسطينية والطبية. المقصود في كانت في جائزة فلسطين الصحية ويوم الطبيب الفلسطيني أنه نبرز إمكانيات وقدرات الشباب الفلسطينية والأطباء الفلسطينيين في تغيير وتطوير القطاع الطبي الفلسطيني. بالفعل إحنا هناك عندنا التجارب الجماعية، السنة هاي تميزت هذه الجائزة أنها في أغلبيتها أعطت لمؤسسات صحية وليس لشخص طبيب. بالأحرى كان الهدف منها أنه نبين أنه العمل الطاقم والعمل الجمعي الطبي يستطيع أن يحدث تغيير في فلسطين. وخلال الاحتفال تم توزيع جائزة فلسطين الصحية لعام 2022 والتي منحت لعشر مؤسسات وأفراد على رأسهم الدكتور عبد الله صبري لكونه أكبر طبيب ممارس لمهنة الطب في فلسطين حاليا، كذلك البرنامج الوطني لزراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي، وجائزة لمستشفى المقاصد عن أول برنامج وطني تخصصي في فلسطين، إضافة لجائزة لمستشفى المطلع عن أول قسم لعلاج الأورام بالأشعة، وجائزة للبرنامج الوطني للتطعيم نظرا لتميزه وإنجازاته، إضافة لمركز رزان كونه أول مركز للإخصاب في فلسطين لعلاج العقم وأطفال الأنابيب، وشركة التوريدات والخدمات الطبية لتميزها في تلبية حاجات الوطن من أدوية ومستلزمات، إضافة إلى تكريم شركة القدس للمستحضرات الطبية حيث تسلمت جائزة الشركات المصنعة للأدوية الوطنية لهذا العام، وجمعية تطوير صحة المجتمع والتي نالت جائزة المؤسسات الصحية في الداخل، إضافة إلى تكريم الدكتور نائل الشهابي لدوره المميز في تأسيس كلية طب في فلسطين. شكر الأطباء الجيش الأبيض على الجهود الكبيرة التي قدمها خلال الفترات السابقة وخاصة خلال جائحة كورونا، ويكون عمل يوم مميز للطبيب الفلسطيني لجهودهم، وأيضا أن يكون هناك نهج متبع لتكريم الأطباء ويكون هناك تنافس للحصول على هذه الجائزة وتطوير القطاع الصحي في فلسطين. يستحق الأطباء وكل العاملين في الصحة مثل هذا الاحتفاء وأكثر، فهم الجنود الحاضرون في كل أزمات الوطن ومفاصله التاريخية، وهم واجهة الارتقاء بواقع فلسطين الصحي كرسالة رحمة تداوي أبناء الوطن من جروحهم. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.